مرحبا، راح احكي عن الادويه المحسنه للمزاج. من المراجعين اللي بيجون على العياده في كثير من المفاهيم الخاطئه عند الناس المراجعين او الناس بالعامه عن الادويه المحسنه للمزاج. من المفاهيم الخاطئه الكثير شائعه انه الادويه المحسنه للمزاج بتعمل تعود عند المريض. لما تساله كيف شو الدليل انها بتعمل تعود، بحكي لك انه الدواء انا كنت اخذه لما اوقفه بصير عندي اعراض انسحابيه. شو هي الاعراض الانسحابيه؟ نمنمه، كهرباء، خدران، دوخه. هلأ هاي المعلومة فيها جزء صحيح وفيها جزء خاطئ. الجزء الصحيح انه هاي الأدوية لا توقف بشكل مفاجئ، تتخفض بالتدريج، مش لأنه بتعمل أعراض انسحابية، لا، لأنه هي الأدوية هاي بتعمل أعراض بنسميها أعراض إيقاف العلاج. الأعراض الانسحابية بتصير مع المهدئات أو الأدوية اللي فيها تأثير مخدر اللي ما بتنصرف إلا بوصفة طبية. أما الأدوية المحسنة للمزاج كثير من الدول بتنصرف بدون وصفة طبية. هلأ المعلومة الثانية انه هاي الأدوية أدوية ممكن تغير في كيمياء الدماغ. آلية عمل هاي العلاجات المحسنة للمزاج هي إعادة ترتيب بعض النواقل العصبية اللي هي موجودة أصلاً في جسم الإنسان أو في دماغه، زي السيروتونين والدوبامين والنور إبنفرين. إعادة ترتيبها سواء وظيفياً تحسن من أدائها الوظيفي، أو من ناحية أنه زيادة كميتها في الدماغ حسب نوع العلاج اللي مستخدم. من الأشياء الأخرى كمان أنه هاي الأدوية ممكن تعمل زهزها، أنه واحد يأخذ حبة مزاج بيعتقد أنه بيجيك بعد أسبوع أو 10 أيام بيحكي لك ما تغير مزاجي. طبعاً ما راح يتغير مزاجك، لأنه هاي أدوية علاجية، زي فكرة المضاد الحيوي. المضاد الحيوي لما تعطيه ما بيشتغل معك من أول يوم ولا من ثاني يوم، بأخذ وقت بس بعدين بتتحسن عليه. هلأ نفس الفكرة هي الأدوية المحسنة للمزاج، هي بترجع المزاج للوضع الطبيعي، إلا في حالات خاصة المرضى اللي عندهم اضطراب المزاج ثنائي القطب، هدول ممنوع نعطيهم أدوية محسنة للمزاج إلا بشروط معينة، و يعني هدول حالة استثنائية بيكونوا. بالنسبة لآخر شيء، معلومة إنه المعلومة اللي بتتكرر بالعيادة، هاي الأدوية بتأذي الجسم أو بتسبب تعارض مع الأدوية الأخرى. الأدوية المحسنة للمزاج الآن كثير منها من الأدوية الحديثة مسموحة لطفل عمره 6 أو 7 سنوات. كثير من هاي الأدوية إحنا نستخدمها في الكبار بالسن لأنه ما بتتعارض دوائياً مع أدوية ثانية، اللي معاه ضغط أو اللي معاه سكري أو اللي معاه بياخذ مميعات للقلب أو غيره. بس مش جميع الأدوية، الكلام اللي ذكرته لا ينطبق على جميع الأدوية، ينطبق على الأدوية بشكل عام مع تحديد الخصوصية للأدوية الحديثة اللي هي فعلا آمنة وما عليها ملاحظات. إن شاء الله أن تكونوا استفدتوا من هاي المعلومة، وإن شاء الله تدوموا بصحة نفسية وعافية على الجميع يا رب.